تحية لحزب العدالة والتنمية من طنجة حتى القويرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الكاتب الإقليمي، السيد الكاتب المحلي، السيد وكيل الحاج جهاد، السيدة الوكيلة الحاج جهاد، السيد وكيل الحاج الانتخابات الشرعية، أعضاء اللوائح، مقدم نطاق العدالة والتنمية، السادة المرشحون والمرشحات لخوض مرة الانتخابات، السادة ممثلو المواقع الإعلامية الفضلة معنا، السادة الحضور الكرام، أولا بهذه المناسبة أود أن أشكركم على حضوركم لهذا اللقاء الافتتاحي لانطلاق هذه الحملة الانتخابية في هذه الظروف الاستثنائية. كنا نتمنى لو أن هذه الانتخابات أجلت نظرا لهذه الظروف الاستثنائية على غرار مجموعة من الدول، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كما قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون حزب العدالة والتنمية يتحمل مسؤولية تدبير حكومي، ومسؤولية تدبير مستوى بعض الجهات، ومسؤولية تدبير مجموعة الجامعات الترابية الكبرى والمتوسطة، مجموعة الجامعات الكروية، فهذا قدرنا. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى اختار حزب العدالة والتنمية لهذه الظرفية الاستثنائية. هذا الشيء ماشي سهل، فهو منحة وهو محنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. كما نشر الإخوان، نحن في محطة انتخابية ديمقراطية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع الاحترام، النزاهة واحترام الشفافية واحترام الديمقراطية. رغم ما تعرفون من القضية القاسم الانتخابي، القضية العتبة، والقضية ديال الدور الاستثنائية ديال الانتخابات، وكل السياقات الحيثية ديال الموضوع، والنبيب يعرف بالإشارة. الحمد لله اختار الإخوان المشاركة من داخل المؤسسات الديمقراطية وفي إطار توابط ديال الدولة، وسنبقى على هذا المنهج إن شاء الله، سنبقى على هذا المنهج، لأن اللي كيهمنا هي مصلحة ديال البلاد ومصلحة ديال العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في هذه النية. بداية الكلمة أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في تدبير ديال الشأن المحلي لهذه المدة بهذه المدينة، مدينة تلمدان، وعلى رأسهم السلطات المحلية والمجلس الجماعي، المجتمع المدني، سكان المدينة، المصالح الخارجية بمختلف صفاتها وأنواعها. والحمد لله كما شرح الإخوان، حنا كنا نعمل بانسجام تام مع المصالح الخارجية والسلطات المحلية والمجتمع المدني، ولولا هذا الانسجام لما وفقنا الحمد لله في إخراج واحد الحصيلة اللي هي نعتبرها حصيلة مشرفة في ظروف استثنائية ومدة محدودة، اللي هي مدة 3 سنوات. كنقولها ونحن متأكدون مما نقول أنه مدة ديال التدبير ديال المحلي في مدينة تلمدان على غير بعض الجامعات لمدة 3 سنوات، باعتبار الظرفية ديال الحارة الطوارئ اللي باقي ساري نفعو ديالها إلى الآن. ولكن الحمد لله كانت حصيلة مشرفة، هي دون طموح اللي كنا تنطرحوا ليه، ولكن الحمد لله على كل فهي حصيلة مشرفة، وهي حصيلة اجتماعية بامتياز، حصيلة اجتماعية اللي ركزنا فيها نظرا للظروف الاجتماعية على الوعد الاجتماعي، الالتزامات ديالنا مع المواطنين فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية الحمد لله وفينا بها واحد النسبة تفوق 90%، حتى الأحياء اللي بقات عالقة الحمد لله استطعنا بأنه نلونسيو الصفقات اللي كتهم هذه الأحياء، يعني الالتزام ديالنا وفينا مع الأحياء.
لا بالنسبه للخطوط العريضه اللي ممكن نشير لها في هذه العجاله لان الوقت لا يسمح بعرض البرنامج الانتخابي، ولكن غادي نشير غير بعض الامور اللي هي خطوط عريضه بالنسبه لهذا البرنامج واللي ممكن نصدوها من البرنامج الانتخابي ديال الحزب ومن البرنامج اللي تم المصادقه عليه في الولايه السابقه. هي مجموعه المشاريع اللي عندها ارتباط، مجموعه المشاريع اللي هي استكمال المشاريع السابقه. منها على مستوى البنيه التحتيه كاين تهيئه ديال الطرق والساحات العموميه، مداخل ديال المدينه، تهيئه ديال المداخل ديال المدينه، وراه كتشوفوا عندنا صفقه الان اللي هي صفقه معلقه ديال مليار و100 مليون ديال الطرق، تهيئه الطرق تنتظروا الافراج عنها، امكانيات الماليه ديالها موجوده. عندنا صفقه الحمد لله اللي دوزنا فيها واحد الشطر اللي هي ديال الاناره العموميه وشدوا الدخل ديال المدينه كيرويلان من جهه ضيعه البوره ومن جهه واد السوس، انه اصبح مدخلا يشرف المدينه، رغم انه المقاطع الاخرى هي اللي غتكون اهم لانها كتعلق بالاناره التقليديه اللي غادي تشرف المدينه وغتعطيها واحد النكهه خاصه كمدينه تاريخيه. عندنا تهيئه الاحياء ناقصه التجهيز، الامور اللي كنهضر عليها راه كاين التمويلات ديالها، هاد الامور اللي كنهضر عليها الان كاين التمويلات ديالها موجوده، ولكن حاله الطوارئ حاله دون انجاز هاد الامور هذه. هي الاحياء ناقصه التجهيز خصوصا في اتفاقيه سياسه المدينه. سياسه المدينه الان خدامين على الشطر الاول، باقي الشطر الثاني وباقي الشطر الثالث، والشطر الثالث هو اللي كيهم المدينه داخل اسوارها. غتكون واحد الهيكله تحتيه ديال المدينه، مدينه دارودان داخل اسوارها. ولا شفتوا الاحياء الحمد لله اللي كانوا الناس عندهم من البليعات، كانوا الناس ما عندهمش الماء، كانوا الناس ما عندهمش الضوء، واحد العدد كاين 3000 ناس اللي ربطوا الكهرباء، كاين واحد العدد ديال الالاف اللي ربطوا بالماء. الان شبكه ديال التمديد غاديه ساريه، وباقي صفقه اخرى في هذا الاطار، قضيه ديال تجديد الشبكه، هذا الشيء كلشي. كنقولوا حنا اغلب المشاريع اللي كانت في هذه الولايه هي مشاريع تحت الارض، ما كتبانش للناس تحت الارض، ولكن ما كيهمناش، اللي شافها شافها واللي ما شافها راه شافها الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء هو اللي كيهمنا. بناء قناصير، كاين جوج القناصير وكاين الطرق المداريه، حتى هو راه حنا القرض جات ظروف استثنائيه حالت دون انجاز المشروع. القنطره ديال واد السوس ديال مصلحة تدنية، والقنطره ديال ولاد بولونه، والربط بينهم بالطريق، وكاين طريق مداريه اللي غادي تفكك وغتخلق واحد النوع ديال السيول، السيوله في السير والجوانب على مستوى المدينه. كاين على مستوى الصرف الصحي كاين مجموعه ديال الصفقات الان الحمد لله للرصاص. اليوم دات الصفقه تفيزات عند تريزور اللي متعلقه بالاحياء ديال درب كسيما، درب الرساره، درب الجديد، الملاح، هذو بعض المقاطع اللي فيها نقاط سوداء، والحمد لله تفيزات هذه الصفقه يعني غادي تنطلق فيها الاشغال. كاين جوج صفقات اللي جايين في الطريق حتى هما راه تلوصاو، كيتعلقوا بالغويبه والسويهله ودوار ميشي، وكاينه صفقه اخرى اللي كتعلق بالبورا وكويزيز. هادو صفقات متعلقه بالوضع الحار، هذه هي المناطق اللي باقي عندنا فيها مشكل الوضع الحار، وغادي نكون ان شاء الله قادرين على الوضع الحار بواحد النسبه مئويه كبيره. غادي نبقى نتعلم بعض الاحياء، بعض المقاطع اللي كنجددوا ليها، المقاطع ديال هذاك القنوات الاسماتيه كنجددوها بالقنوات البلاستيكيه. كاين شبكه ديال الماء الصالح للشرب. قبل ما نشير هذا الموضوع نشير ملاحظه تصفيه، وهذا موضوع حساس، وانا ادعو الاخوان الى قراءه الحصيله. الحصيله راه وصلتكم عبر الواتساب او على باقي وسائل التواصل، وكاينه حصيله اللي مكتوبه كتيب في هذه الامور ما يتعلق بهذه المشاريع، وشنو هي الخطوات اللي درت الجماعه وفين توقفت. انا في داك الشيء بالديتاي، في داك الشيء بالديتاي، كاينه امور توقفت يعني غندخل في البرنامج باش نستكملوا ان شاء الله الانطلاق ديالنا. محطه تصفيه ان شاء الله هذه راه كتكلف واحد 25 مليار، 25 مليار الميزانية البلدية لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع، ولكن الحمد لله غادي يكون هذا المشروع ما دخلش فيه الجماعة حتى شي سنتيم، ماشي باش ينالي فيها زيتو. هادو من المشاريع الكبرى اللي غادي نراهنوا عليها إن شاء الله في الولاية السابقة، إحداث محطة تصفية باعتبارها في الولاية المقبلة، باعتبارها واحد المشروع اللي غادي يفتح الآفاق
امام الشباب، لان غتكون بنيه تحتيه لاحداث الحي الصناعي اللي غادي نهضر عليه. لا كاين مشروع ديال الوقايه من الفيضانات، وقايه التلوثات من الفيضانات، كاين واحد الشطر راه توافق عليه صادق عليه، باقي واحد 10 شطور، التلوثات مهدده بالفيضانات، وعندنا دراسه مهدده من ثلاثه الاماكن، من امام ضيعه البوره، من الاسطح، ومن ولاد بنونه، هاد الاماكن اللي عندهم دراسه ديالهم، وكاينه تكلفه تفوق واحد 70 مليون ديال الدرهم، هذا المشروع كذلك مراهن على انه غادي يكون في هاد ان شاء الله الولايه المقبله. التمديد ديال الشبكه ديال الماء الصالح للشرب غادي الحمد لله في هذا الاطار تلوثات غادي نغطيوها، غادي يبقى لنا البوره وكويتيت، هادو هما اللي غادي يبقاو لنا راه عندهم ان شاء الله في الولايه المقبله. على مستوى ديال المساحه الخضراء عندنا 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 اعتمادات في اطار سياسه المدينه، عندنا ما يزيد على 6 مليون ديال الدرهم ديال المساحه الخضراء موجوده في اطار سياسه المدينه اللي فيها امام المداخل المدينه امام الابواب وجانب الاسوار كل شيء دخل في هذا الجانب هذا ديال تهيئه المساحه الخضراء زياده على حديقه ابراهيم المداني زياده على المنتزهات الى جانب المنتزهات قدام البوره هناك منتزه ديال الاسطح هذه المشاريع ان شاء الله اللي غادي تكون في البرنامج ديال المقبل. على المستوى ديال البنيه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه عندنا ملاعب القرب وعندنا فضاءات القرب وعندنا ملاعب الان اللي توقفت راه شرفا لاخواتي كل مره كاين ملعب تشددوا الشركه ولكن وقف على باش تفيزا تريزور جات المذكره ديال توقيف الصرف وهو يتحبس اللي هو ديال بنياره وعندنا جوج ملاعب اخرين في اطار سياسه المدينه وعندنا شي ثلاثه اخرين هادو من الاعتمادات ديال الجماعه يعني واحد المجموعه ديال الملاعب ديال القرب ستاتيك اللي غادي تدعم بها البنيه الرياضيه ديال الجماعه. الى جانب الفضاءات ديال الاطفال كاين فضاء ديال ولاد غزال وكاين فضاءات اخرى في هذا الاطار وشرينا الحمد لله اراضي اللي غادي تحتضن هذه المشاريع. عندنا تهيئه المسبح المحلي وعندنا اضافه مسابح اخرى نشريو اراضي ان شاء الله نفكروا في مسابح اخرى. بناء مركز استقبال ودار الشباب تتميم الاسوار عندنا مشروع ديال الاسوار جانبات الاسوار من الخارج للداخل هذه الاسوار يكون واحد تكون واحد المواقع ديال العرض ديال المنتوجات التقليديه يعني نشوفوا مع في الزراعيه والجمعيات ديال المهنيين خصوصا المجالات التقليديه وتعطوهم مواقع على غير بعض المدن بحال صويره كيكون جانبات السور واحد المواقع ديال العرض ديال المنتوجات كيتم فيها التامين ديال السور في نفس الوقت كتكون واحد المكان اللي كتدعم فيه الصناعه التقليديه. تهيئه بناء مركز اجتماعي للايواء ودور الطالبه هذا كذلك داخل البرنامج الانتخابي. بناء دار المهاجر الدور ديالها باعتبارها واحد الموقع اللي كيستقطب الاستثمارات خصوصا المهاجرين باش يستمروا الاموال ديالهم داخل مدينه تلوثان. القاعه المغطاه الان الجامعه صرفت الاموال ورثت الاموال 235 مليون لمجلس اقليم تلوثان على اساس استكمال الصفقه اللي هي الصفقه ديال النهائيه ومن بعد منها غادي تجي تجهيزات من طرف وزاره الشبيبه والرياضه وتحل هذه القاعه. المده هذه الجامعه دارت داكشي اللي عليها راه عطات الميزانيه ديال 235 مليون نتمناو من الله سبحانه وتعالى انها تخرج الوجود غادي تخرج منذ البدايه ان شاء الله ديال هذه الولايه ضروري خصها تخرج لانها موقفه نظرا للظروف. ومركبات رياضيه اخرى اللي داخله في البرنامج خصوصا الفضاء المركبات ديال القرب. بالنسبه للتراث المركب الثقافي للاشاره سلمناه المده هذه سلمنا المركب الثقافي لوزاره الثقافه احنا سلمناه وراه شرنا هذه المساله هذه راه قرب الادوار العام ولا عام ونص هذا بانه سلمنا احنا المركب الثقافي. بالنسبه للرؤيه ديال الاخوان الحزب العداله والتنميه الثقافه بمدينه تلوثان بالتراث راه غطلعوا عليه ديك الحصيله واحد المجموعه ديال الامور اللي درنا ديال محاوله ديال شراء سينما سراب محاوله ديال شراء قصافه ديال السيدانيه ارجاع السقايات التواصل مع ارباب هذا ديال دار البارود حنا الحمد لله راه يسر فيها والاخر راه جاي في الطريق ديال دار البارود مجموعه ديال المواقع ديال التراث والحمد لله كاين عندنا مجموعه ديال الامور بحال التبوريضه بحال مجموعه كنتمناو ان شاء الله انه نزيدوا في هذا الجانب ديال الثقافه.
تهيئه الاسواق، على المستوى البنيه الاقتصاديه والاستثمار كاين تهيئه الاسواق. جنا الجامع راه تبعتوا معنا لونسينا الصفقه ما تقدم حتى شي مقاول، نظرا لان هذاك الدفتر التحملات اللي درنا واحد الدفتر اللي بغينا يكون تغطيه وتهيئه ديال جنا الجامع بواحد المستوى لائق لائق. ولكن للانتخابات بالضبط غادي توصل، غادي يتم فتح الاضرفه من جديد، وغادي نكونوا هاد الصفقه الحمد لله ديال التهيئه ديال الجامع حتى هي من الصفقات اللي وفينا بها. كاين السوق الكبير، السوق الكبير دخل في اطار السياسه ديال تهيئه المدينه العتيقه. هاد الدراسه الحمد لله اللي من خلال تضافر الجهود مجموعه ديال المتدخلين وعلى راسهم السلطه المحليه قياده السيد عامر شخصيا باش نديروا واحد الملف ونمشي للرباط على اساس تدرج مدينه تلوزات ضمن المدن التي تحظى بالعنايه الملكيه. وراه الملف الان في الرباط، تمنى من الله سبحانه وتعالى انه يدخل حتى هو مدينه تلوزات من بين المدن اللي تدعمت وتم التاهيل ديالها. واحد الدراسه ازيد من 100 مليار سنتيم، ازيد من 100 مليار سنتيم اللي غادي تكلف هذيك الدراسه غاتهيك لتلوزات كامله. كنهضر على داخل اسوار بمساكنها وطرقها وساحاتها ومواقفها كل شيء من الامور هذه. وغادي يجي الوقت ان شاء الله اللي تنهضروا في هذا الموضوع. هذا السوق تقسيط الاسطاح، هذا الامور راه متبعينا، شرينا ارض في المدخل ديال واد سوس، راه شرينا بالمناسبه واحد مجموعه الاراضي، يعني المجلس المقبل ان شاء الله غيلقى واحد زياده العقار. كاين زياده ديال العقار في مواقع اللي هي الحمد لله مواقع اللي هي حساسه اللي غادي تحتضن مجموعه المشاريع. السوق ديال الشمله غادي يكون في المدخل ديال واد سوس، سوق ديال سوق خربه يتزاد في جيب القصر ديك السويقه اللي كاينه الان، سوق المعتياد راه كمل، راه كنتظروا يدوزوا الانتخابات لان تم المفاتيح عند السلطات المختصه. كاين سوق ديال الاصلاح غادي يكون سوق ديال قرب اخر، كاين مجموعه ديال الاسواق، كاين سوق ديال الجمله اللي قلنا ديال الخضره، وكاين سوق البهيم، وهذا كل شيء غادي راه كاينه في الحصيله المتابعه ديال الامر هذا. سوق بيع المتلاشيات، سوق بيع السيارات المستعمله في الاسطح، راه كاين في هذه الحصيله مجموعه ديال المقررات اطلعوا عليها الاخوان. هذه المقررات راه هي واحد الانطلاقه ديال واحد البرنامج انتخابي طموح، رجعوا غير لدور المقررات ومشت واحد مجموعه طول عندها اتفاقيات مع بعض الدول، اتفاقيات مع مجموعه الجمعيات، اتفاقيات مع مجموعه المستثمرين اللي غادي يديروا منجزات. وكاين مشروع مهم واساسي اللي هو مشروع ديال الحي الصناعي. الحي الصناعي اللي قطعنا فيه خطوات مهمه ماشي سهله، حفظنا الارض ما كانش محفظه، حفظنا الارض، حفظنا 600 قدر ديال الاصلاح، باقي 200 قدر في اطار دعوه قضائيه وراه حتى ان شاء الله غادي ندخل. درنا تصميم تحديدي وتصميم معماري، باقي خدامين الان على التصميم ديال التجهيزات الاساسيه، تكلفنا واحد 200 مليون. عادش الجماعه ولكن تكلمنا بلاص حنا من الدخول مع الشركاء، كان عندنا لقاء مع رئيس الجهه، كان عندنا لقاء مع المدير الجهوي التجاره والصناعه، كان عندنا لقاء مع الوزراء حول هذا الموضوع هذا، لانه هو اللي غادي يحتضن المركب ديال المهن والمهارات. هذا المركب الصناعي فيه 170 قطاع، 170 قطاع. اخر لقاء اللي طرحته السيد الكاتب العام ولينا خدامين على الاشطور، درنا واحد 45 قطاع هي اللي غادي نخدموا عليها وغادي نشوفوا بالاشطور. هذا الحي الصناعي هو اللي فيه 31 قطار ديال المركب ديال المهن والمهارات اللي غادي يحضر ان شاء الله سميتو. عندنا احداث محطه طرقيه، عندنا بناء مجزره اللي طلبنا القرض ديالها، كان غادي تعطينا القرض لولا الظروف الاستثنائيه ديال الحرب الطوارئ. عندنا تشجع الاستثمار راه كتشوفوا بعينيكم، ثلاثه المصانع خدامين الان هنا معاهم، كتبنا معاهم العقد، وخمسه اخرين هما جايين في الطريق المجال لا يسمعهم باش نذكرهم هنا. راه كلشي كاين في الحصيله، وهذه مشاريع مستقبليه اللي قطعناها الحمد لله ومشينا فيها بعيد، ولا شك في انها غتكون اضافه نوعيه لهذه المدينه التي استحق منا كل تقدير، وان شاء الله تكون ظروف اخرى اللي ممكن تحدوا على البرنامج بشكل دقيق ومفصل. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لينا ولا اللي جا، حنا الحمد لله كنتمناو حنا الى يسر الله غنستقبلوا هذه المشاريع يسر الله شي حد اخر. والله حنا الله سبحانه وتعالى
شحال شحال واحد كيخطط ولكن داكشي اللي غادي يقدر الله سبحانه وتعالى غادي يقدر، ولكن اعتقادنا فيكم وفي سكان المدينه حتى نقدر انه ان شاء الله راه غادي عارف واش كاين وغادي نحيو الثقه للجهه التي يرونها بانه تستحق كل تقدير. وحنا كنقترحوا من جديد كنقترحوا انفسنا كحزب العداله والتنميه لاستمرار، خصوصا انه تقطع من الولايه ديالنا ثلاث سنين، كنقترحوا انفسنا باش نكملوا هذه المشاريع. واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.